السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنحضر مع بعض اللحمه في الكيس الحراري بطريقه سهله وسريعه. انا هنا عندي كميه من اللحمه، غسلتها كويس وتبلتها كده بالملح والفلفل ومعلقه السكر ومعلقه خل ومعلقه زيت، وجبت بصلايه كده مقطعه شرائح وحطيتها، وبعد كده حطيت هنا معلقه صويا صوص بتديها طعم حلو ومذاق حلو. بخلطهم كده مع بعض، بيتبلوا كده مع بعض، بتسيبهم حوالي نص ساعة كده في التلاجة. بعد كده هنا عندي بحضر كيس كده بالشريحة بتاعته، بيقفل كده بالشريحة ديت. هحط كده اللحمة في الكيس، هوزعها في الكيس كويس. وعندي هنا الصينية هنحط فيها الكيس. هكون مسخنة عندي الفرن قبلها كده بربع ساعة. هوزع اللحمة كده في الكيس، بتوزعي اللحمة في الكيس بحيث بتسيبي مساحة عشان اللحمة تستوي. بتقفليه كده كويس بالشريحة اللي هي مع الكيس ديت. بعد كده بتخرميه كده 3 خرام عشان الكيس يبقى متهوي وما ينفجرش في الفرن. الطريقة دي جميلة جدا، واللحمة بتطلع مستوية وحلوة جدا، يعني كأنها مشوية بالظبط على الفحم. تبقى طريقة سهلة وسريعة جدا، بتسيبيها بقى في الفرن تستوي براحتها. هي أخدت حوالي 1.5 ساعة على فرن متوسط الحرارة. بعد ما بتطلع من الفرن بتقصي الكيس كده بتخلي بالك عشان بتبقى سخنة جدا، بتطلعيها طبعا كده، بتقدميها في طبق كده، بتبقى شكلها جميل جدا، طعمها كمان جميل، تحفة جدا بصراحة. جربي الطريقة ديت وان شاء الله تعجبك. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.